السلام عليكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ شكراكم يا ربي يطلع فيديو يلقاكم بخير وعلى خير. معكم البنات باغا نصاوبو البهلة، واخا رانا مصاوبها معاكم في القناة نشاركها معاكم. عندي البنات هنا جوج كيسان ديال الزيت، عندي جوج كيسان ديال الجلجلان محمر، عندي هنا شي معلقة ديال النافع هو محمر، عندي جوج كيسان ديال السنيدة سكر سنيدة، عندي ربعة خمارات وزن 7 غرام 7 غرام ومرة، عندي جوج فاني وميتين 50 غرام ديال الزبدة. هي بنات الزبدة درت فيها الغريبة الأخرى، وقبيصة ديال الملحة راهي، ومعلقة صغيرة ديال السمن، وشوية القرفة منسيت مكتبتهمش، المهم كيما تشوفو معايا. ومعلقة ديال القرفة، السمن ديالنا هاهو. زيت عفوا، عندي البنات هنا قشور ديال اللوز مكنلوحهمش، هما كيبقاو ليا كنسخنهم كنغسلهم مزيان ونسخنهم وكنطحنهم. يلا البنات نبداو على بركة الله. اش بغيتي؟ اش بغيتي؟ شنو بغيتي؟ هي البنات نعطيه الماكلة ديالو، هاولي نعطيه الماكلة ديالو، تعطيه بنتي ما أنا يديا مشغولين. البنات نديرو ديك المعلقة ديال النافع، عندنا جوج كيسان ديال الجنجلان، البنات شوف ديال اللوز اللي قلنا، عندنا البنات كيلو ديال الطحين كيلو، ولكن هي راح تغير بالزيت تما جاتكم قاصحة شوية ولا شي حاجة ديرو لها الزيت، تديرو شوية الزيت وما تكتروش الدقيق على حسب الخليط. نديرو خميرة لا غير هادي، البنات درت الخميرة ديالي درت كلشي، بزاف ليا البنات كيلو ديال الدقيق، دابا غنحطها للأرض ونعطيها الدقيق. كتبغي هي الدليك هاكا، حتى خصني نعطيها الدليك، كيما عطيتوها الدليك راه مزيان كتجيكم مشقة وزوينة.
يلا البنات نديك ورجع معكم. البنات هي ولات كتكور يعطينا هديك. اللي بغيتو خليها ترتاح شويه ونرجع معكم. هيا البنات الغريبه ديالنا نات. انا ما عبرتش درت عيني ميزاني. هيا ديروها تكون مقمقمه. هيا درتها في اللاطا. هيا شفتوها اللاطا ديال البهله. اللي ما عندوش لاطا ديال البهله يدير غير اللاطا عاديه. ها هي السلطه هذه هي زي اللي بديت كنحط فيها. ماشي مشكل نوريكم البنات اللي جربت. التجربه الاولى اللي جربتها ما يلاه درتهم جربتهم هي تبارك الله جات كامله راه باقي ما طابوش. نديو هذه البنات الفران ديالها الفوق ونخليوها ما يكونش الفران مجهد شويه ونخليوها تشق على خاطرها. كاريت نطيبه فيه الحلوه طيبه فيه الحلوه غير تمسحوه كلاش اللحوم نعاودو نديرو بغات تعبر تعبر حتى ما جبتش الميزان ما عبرتش. متساوش على الفران يكون الفران سخون. هادشي اللي كاين البنات نكملو نرجع معاكم. هانتوما البنات ها البعلة ديالنا هي ملي تشقات من تحت انا طلعتها الفوق. هاهي هادي اللاطة الثانية تبارك الله هي كاملة مشقة. والله البنات لا تستاهل التجربة. هاهي زوين. ها الأخرى ديالنا هي شو هادي اللي شديتها جبت اللاطة درتها هي متقربوش ليها خليوها حتى تبرد. هاهي شتو راه باقا سخونة. هادو تاهما اللي جربناها وما شتوهم هما يا تستاهل التجربة. إيوا هادشي اللي كاين البنات هادشي اللي كاين البنات. السلام عليكم. جربوا وردوا عليا وما تنسوش ليا لي جيم وبارطاج. ايه والله سهل عليا وعليكم وعلى المسلمين اجمعين يا ربي يا.